بعد مطالعة أوراق الدعوة وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة، وبعد سماع أقوال المتهمة وطلبات النيابة العامة والدفاع، قررت المحكمة تحويل أوراق المتهمة إلى فضيلة مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي. رفعة الجلسة. كل الخير حتى لو احنا فاكرينه شر، ربنا عمره ما بيبتلي عبده بشيء الا لو في خير ليه. الفراق ابتلاء، المرض ابتلاء، الموت ابتلاء. المهم ما ننساش وعد ربنا لينا لما نصبر. وبشر الصابرين. اصبر يا عم اصبر، قادر ربنا يغير كل حاجه بغمضة عين. اصبري وقولي يا رب، قولي يا رب. يا رب يا رب يا رب، بس انا عايز اشوف بنتي، عايز اشوف بنتي قوي، اموت عليها والنبي عايز اشوف. ارضي يا حبيبتي ارضي، ربنا عمره ما هيتخلى عني. انا راضيه انا راضيه انا راضيه انا راضيه.